صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين، صباحكم سعادة يا رب. الله يسعدكم ويفرحكم وينولكم كل أمانيكم يا رب. صبحت اليوم زي ما بتشوفون قاعدة يعني أروي زرعاتي وحديقتي اللي صارت كلها عشب لسه ما نظفتها، يعني لازمها قصقصة. الأعشاب هذه لازمها قصقصة ولازمها، وقلت بما أنه قاعدة أرويها بوريكم اللي كنا نبتناهم هذاك اليوم، البذور اللي زرعناها زي ما بتشوفون معايا. هذه قاعدة تطلع، هذه إكليل الجبل شفتوا طلعت منه حبتين، بس عندي الكؤوس الثانية لساتها قاعدة، يعني الصوصات الصغيرة الثانية اللي زرع فيها قاعدة تكبر. هنا شوفوا معاي كلهم ما شاء الله تبارك الرحمن، مع انه فيها اللي تتأخر، هذا فلفل رومي فيهم توها قاعدة تطلع. الفلفل يتأخر شوية، مو هو زي الطماطم ولا زي هذه، هذا فلفل أخضر كمان. كاين فلفل، في عندي فلفل أخضر وفلفل رومي. فلفل أخضر قصدي الحار، الفلفل الحار يعني اللي نسوي منه الشطة، وهذا البطيخ شفتوه معايا طلع، يعني كلها تقريبا قاعدة تطلع. بنستنى عليها شوي، وهذه الطماطم عشان أنقلها، أستنى عليها شوية لين تمسك نفسها ويكون الإنبات حقها قوي عشان أنقلها. وهذا الكرفس اللي حطيته وزرعته في هذا الحوض كرفس، وهذه الورود، هذا القرنفل شفتوا كيف طالع معايا، والإنبات حقه مرة مرة جميل جدا، كويس وصحي. شفتوا كيف يعني إن كلهم إنباتهم كويس. وهذه دي سويت بيير، هذه سويت بيير، دي الورود اللي تجي ملونة كمان، هي إنباتها كويس. كلهم ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا حبيت إني أشاركهم معكم، كم عليهم الحين تقريبا؟ مر عليهم تقريبا أسبوع وبدوا ينبتوا، تقريبا أسبوع أو شوية، تقريبا نقول نعطيهم 11 يوم تقريبا الحين اللي زرعتهم بيهم. وهنا عندي الجزر، في نفس اليوم اللي غرست فيه اللي زرعت فيه البذور هذه، زرعت فيه كمان الجزر هنا. هذا الجزر هنا شفتوه معايا كيف منبت، كله هنا زرعته في هذا المحل. ويبغى له، هو يبغى عادي، يبغى مويه، يبغى مويه كتير. فأنا كل أعطيه مويه الصباح وفي المساء، خاصة لما صار الجو شوية سخن صرنا نعطيه الصباح وفي المساء مويه، فعشان كده إنباته ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن حلو. وهنا عندي شو اسمها، دوار الشمس، هذه نبتة دوار الشمس عندي هنا، زرعتها كنا حبات كده، كنت زارعة منها كتير، بس ما شاء الله العصافير تجي وتاخذ، ما خلتها كتيرة يعني، يعني تاخذ الحب، لقطت الحب لسته ما نبت. هذو اللي نبتوا، هذو اللي ما شافوهم العصافير نبتوا، وإنباتهم كمان صحي وحلو، يعني ما هم صفراء ولا أي شيء، إنباتهم كمان حلو. وعلى فكرة أنا استعملت في البذور، لما غرست ما استعملت سماد، لأن الأرض فيها سماد، فيها سماد عضوي الأرض، يعني قبل ما أجدر، قبل ما أزرع كانت فيها سماد، فما سمدتها. اللي سمدت هم هذو الورود الكبيرة اللي عندي، القطيفة وهذه الأشياء اللي أنا زرعتها قبل، والأشجار اللي زرعتها قبل هي اللي حطيت عليها. تخيلوا، سمعت واحد على اليوتيوب يحط خميرة، مو قلت لكم هذاك اليوم انه عندي بعض النباتات اوراقها صفرت، فدخلت على اليوتيوب ولقيت واحد يحط الخميرة حق العجين، الخميرة الكيماوية اللي نعجن بيها، قال ان نحط ملعقة في لتر موية، ملعقة صغيرة خميرة في لتر موية، وشوية سكر أو شوية عسل أسود. أنا ما توفر لي العسل الأسود، سويت ملعقة سكر وخليتها تقريبا 4 ساعات، حطيت الخميرة في الموية وخليتها 4 ساعات، ورشيت بيها الـ النباتات حقتي. هذه اليقطينة، اليقطينة اللي فيه أخ قال لي رفعيها عن الأرض، وأنا رفعت، حاولت أرفع واحدة، رفعت الكبيرة، رفعت عن الأرض، بس إنها أغصانها مرة، أغصانها خفيفة يعني، تحسوا حساسة،
فخفتها تنكسر فما رفعتها، خليتها في الأرض وعطت يقطين، بدت تطلع اليقطين. قلت لكم ورشيت هذه الخميرة الكيماوية، رشيتها على الجدر، على الجدر حقت النباتات، وما شاء الله تبارك الرحمن بدا الصفار يروح. هنا باخذ معايا قطع نعناع، النعناع حقي ما شاء الله تبارك الرحمن كل يوم، كل يوم نقطع منه، كل يوم نشرب منه نعناع، بس انه هو يتكاثر ولسه انا بكتر منه، بس الاقي وقت ان شاء الله واقعد اكتره شويه. كيف الإكتار حقه لكم تعقلون وتاخذون العقلة وتجدرونها من جديد وتعودون تغرسونها في الأرض، خلاص هو يكتر. والحين جيت أشرب كاسة شاي حقتي معاكم وأقول لكم إيش سبب غيابي الأسبوع هذا. والله إني يعني ما قصدت إني ولا تعمدت إني أغيب عليكم الفترة هذه كلها، بس مرضت ومرضوا لي العيال. أول شيء مرض أبو العيال، وقلتها لكم في الفيديو السابق، قلت لكم إنه أبو العيال مرضان، فهو جاء وعدانا بالفيروس، تعرفون الأنفلونزا، وعاد العيال، العيال طاحوا اثنينهم، بعدهم طحت أنا. أسبوع كامل ما أقول لكم كيف مر علي جحيم. يعني الواحد تعرفون الواحد أيدها لحالها وما عندها أحد، والعيال والبيت، وتراكمت علي كثير من الأشغال، وتراكم علي كل شيء. توني اليوم الحمد لله، البارح كنت شوية، البارح الحمد لله وبديت تنظيف، واليوم الحمد لله صبحت بخير وصحة وعافية، ولو شوية كحة الحمد لله بتزول بتروح. كنت بصوت، شفت ودخلت الصوت على المقطع الأول، لأني سمعت الصوت في عمال برا، مدري في الفيلا اللي جنبنا يمكن، والصوت مرة 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 مزعج. يعني حتى إنك أنت أبغى أدخل الصوت، يعني أصور لكم عادي ويعني بتلقائية في الحديقة وأقول لكم إيش اللي هذا، بس إنه الصوت مرة مزعج، عشان كذا اضطريت إني أدخل لكم الصوت على المقطع الأول من الأشياء اللي صورتها لكم في الحديقة. المهم هذا هو سبب غيابي عنكم، وتعرفون الواحد إذا كان مرضان فهو يكون طفشان من حاله. والله العظيم طفشت طفشة ما أقول لكم عليها، طفشت من حالي ومن البيت ومن كل شيء، لدرجة صار البيت أشوف البيت كأنه وحش بالمرة. والوحدة إذا مرضت وما عندها أحد يساعدها، لا إله إلا الله، حتى أبو العيال مسكين الله يجزاه عني كل خير، ما قصر والله العظيم، ما قصر في رعايتي وما قصر في أي شيء، ما قصر معايا، بس إنه شغل شغل ست البيت مستحيل يجي جنب أي شيء، ولو يساعدك ولو مسكين على قدر جهده، يغسل مواعين، يطبخ لك كده فطور ولا شيء، ولكن كل المواعين تلاقيها فوق بعضها، تلاقي الغسيل مو بهو، تلاقي الغسالة امتلأت ملابس، تلاقي يعني شغل الحرمة في البيت يختلف تماما عن شغل الرجال. الحمد لله على كل حال، الله يرزقنا نعمة الصحة والعافية يا رب. أي شيء يجا يضرنا، أي شيء ولو يضرك ولو يعورك صباعك، سبحان الله يتراكم عليك الشغل، ولو صباعك بس يعورك تلاقي الدنيا كلها صارت مكركبة فوق راسك. فعشا هذا هو اللي خلاني أغيب عليكم، وإن شاء الله القادم أحلى وأجمل إن شاء الله، أكون معكم أول بأول. وإذا قدرني الله، والله العظيم إني أحب قناتي مرة، أحبها، أحب أشتغل عليها، أحب أنزل فيها حتى 3 فيديوهات في اليوم، لكن ظروف العيال، ظروفي مع العيال كده شوية صعبة شوية، إني يعني ما ألحق إني أصور وأمنتج وأنظف وأراقب العيال خاصة الصغير، فهذا هو اللي خليني أغيب. ولكن أوعدكم إن شاء الله القادم بيكون أجمل.
القادم إن شاء الله بيكون. وش كنت أقول لكم؟ وقفت الكاميرا ما أدري ليش فجأة وقفت. كنت أقول إنه القادم إن شاء الله بيكون أحلى وأجمل، وبحاول إني أمنتج لكم على الأقل فيديو في كل يومين، وإذا قدرت إذا قدرت يوميا ليش لا. بكرة ترى أنا مجهزة الفيديو، أنا جهزت الفيديو حق سلو اللي أنتم تنتظرونه اللي أكثر من أسبوع، أقول لكم بخلطه اليوم الله فرجها عليه وخلطته اليوم، إن شاء الله بكرة بينزل لكم الفيديو. هذا بنزله لكم الحين عشان أسلم عليكم وشوفكم وشوفكم وحشتوني ولا لا، وبنزل لكم إن شاء الله بشرب شاي حقي. وزي ما قلت لكم ترى المفاجأة اللي قلت لكم عنها الفيديو السابق إني بنتظرها هي الوالدة إن شاء الله. خلاص كنت ما أبغى أقول لكم إلا لما تأخذ التأشيرة، إلا لما خلاص تأخذ جواز سفرها وتأخذ التأشيرة ونقطع الطيارة عشان ثم أقول لكم إن شاء الله. الوالدة إن شاء الله الشهر 3 أبريل بتكون عندي إن شاء الله، إن شاء الله بحولي وقوتي هي وخالتي. وللبنات اللي يبغون معلومات عن الزيارة، عن فيزة الزيارة، يقولوا لي في التعليقات وأنزل لكم فيديو عنها. سويت لهم الزيارة الحين في شعبان على فكرة، ترى يعني مفتوحة الزيارة، البنات اللي يبغون يسوون لأهلهم زيارة وشي ترى طيلة شهر رمضان مفتوحة، ما عادت تتقفل فيزة الزيارة. أنا سويتها في شعبان، في أول شعبان، مو في أول، حتى مو في أول، تقريبا بالأسبوع والأسبوع الأول من شعبان سويت لهم زيارة، فيزا زيارة طلعتها، والحمد لله طلعت لهم التأشيرات وخلاص وحجزنا، وما ضلوا إلا على وصول. وبشارك معكم كل شيء، أنا فرحانة مرة 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 مرة. أمي لها كم سنة ما جات عندي، من 2017 كان في عمر رهف هذيك الساعة سنة. أنا رحت السنة هذه، رحت السنة اللي فاتت، يعني السنة هذه 22 رحت، بس إن هي من 2017 ما جت عندي. خالتي أول مرة تجي للسعودية، الله يوصلهم بخير وصحة وعافية يا رب، وبشارك معاكم أول بأول كل التفاصيل، وإن شاء الله نصور مع بعض التجهيزات والأشياء اللي لسه أنا بحضر فيها لرمضان، واللي بحضر فيها لاستقبال خالتي وأمي، وإن شاء الله بكون معاكم بكل التفاصيل. ما ظل إلا أقول لكم والله طلة خفيفة اللي طليت عليكم، ما حبيت إني أكون تقيلة عليكم، بس إني ما حبيت إني كمان إني ما أبرر غيابي للفترة هذه على اليوتيوب. أحبكم، إيش أقول لكم؟ أقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو الجاي بكرة. والله خلوا لي تعليقاتكم يا بنات، والله العظيم أي شيء حبيتوا تسألون عنه اسألوني في التعليقات عشان ألاقي كيف أجهز فيديو تاني، لأنه من أسئلتكم أنا أستنبط أفكار جديدة، أستنبط أشياء جديدة. وعلى فكرة بين قوسين، البنات اللي يسألوني عن الكروشيه، أتوقع أني قلت لكم في الفيديو اللي سابق، أتوقع قلت لكم أو لا، المهم أنا في الكروشيه ما حشتغل كروشيه في رمضان أبدا. آخر شيء اشتغلته اللي نشرته معاكم الأسبوع اللي فات هو زينة رمضان فقط، غيره لا، ما حشتغل كروشيه في رمضان، خاصة أنه عندي الوالدة وعندي خالتي وعندي العيال، ورمضان الوقت حقه ضيق، يعني الليل مع الجمعات ومع السهرات ومع العبادة، نصلي التراويح وكذا، ونروح عند حماتي ولا نروح نتمشى وكذا. وفي النهار تعرفون النهار يعني الواحد كله في البيت وفي مدارس، يعني تصحين مع البنت، ترسلين هالمدرسة، ترجعين لشغل البيت، تدخلين المطبخ تاني تجهزين الفطور، يعني
الوقت مزحوم في رمضان، ما فيه وقت انك تشتغلين فيه كروشيه كمان، فعشان كذا بوقف انا شغل الكروشيه. وهي اصلا ما حد بيني وبينكم يعني ما اكون يعني يعني نقول احنا مكابر او شيء في بالنسبه للشغل العمل اليدوي على العموم، مو هو بالضبط الكروشيه، له 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 متابعين خاصين. بالنسبه لقلاتي انا متنوعه، مره اجيب معاكم كذا ومره اجيب معاكم كذا، فانا اشوف انه شغلي في الكروشيه ما عليه اقبال بقدر ما على المذكرات الحرفيه. نشرب الشاهي ونقوم نخلص شغل البيت اللي قاعد مستنينا، ونشوف ايش نسوي للعيال الفطور، لان تو ساعه تخيلوا انا قاعده اسولف معاكم الحين، تو ساعه تقريبا ساعه 7:30 الحين، ساعه 7:30. المهم نلتقي على خير في امان الله، احبكم في الله، ولا تنسون تنزلون تحطون لايكات تحت، خلوا لايك واشتراك للقناه، واحبكم في الله ونلتقي على خير. الى اللقاء.